نبدأ بإذن الله موضوع جديد في الري شابتر 7. الموضوع ده عبارة عن الترافيرسال ان الري. هو يعتبر مش جديد للدرجة، هو تطبيقا على اللي اتكلمنا فيه طول الشابتر. أول نقطة مهمة، عايزين نكتب ميثود تطبع الاري. هو في الاري فانكشن جاهزة اللي هي arrays dot toString، لكن احنا عايزين نكتب array من البداية. فهنقول بدأنا traversal، بدأنا class جديد، هنقول public static void print. البرنت ديت فيها argument integer. الارجومنت ده عبارة عن array. كده الميثود جاهزة اننا نكتب فيها الكود. اول حاجة، مش احتمال ان احتمال ان الاري تكون فاضية، فنقول if. والله لو ان الليست ديت دوت لينس هيساوي صفر، فنقول سيستم دوت اوت دوت برنت لاين هيطبع له براكت فاضي. دي لو كانت الاري فاضي. طيب لو كانت غير كده، لو كان فيها داتا، اول حاجة هنطبع مباشرة احنا عايزين نطبع اول حاجة براكت بلس اول element في الاري اللي هو list of zero. ونلاحظ ان بيظهر عندنا في الاري بسبب ان موجود عندنا zero base indexing، فبيظهر ظاهرة الفينس بوست. فعشان نتلاشى ظاهرة الفينس بوست، لو استخدمنا الفور لوب مباشرة عشان نظهر النتائج او نظهر الداتا، نظهر الاليمنت في الاري، فيحصل عندنا ظاهرة الفينس بوست. فعشان نتلاشى ظاهرة الفينس بوست، استخدمنا اول حاجة البراكت والليست، وهنوضح الكلام ده بعد كده. ففور لوب، فور لوب، اللوب بتبدأ طبعا هتبدأ المرة دي بواحد، لان احنا كتبنا اول element وتنتهي عند list dot length. وفي كل مرة system dot out dot print كوما، وهنا list of all. كلام كويس. يبقى نكتب آخر براكت. كده البرنت ميثود جاهز. هنا بقى في المين ميثود نعرف، وليكن انتجر سكورز، هنعرف اري جديدة اسمها سكورز بتساوي أرقام مثلا 23، 54، أي أرقام انتجر. كلام كويس. هنقول بقى برنت، وفي أرجيومنت اللي هو سكورز، ونعمل ران للكلاس. هنا الناتج نفس الناتج اللي الاريز دوت تو سترينج بنحصل عليه من اريز تو سكرين، لكن ممكن طبعا نعدل في الميثود زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نعمل هنا مثلا وليكن فاصل كبير، ونبدأ هنا بفاصل، وهنا ننهي بفاصل، مفيش مشاكل.
بقى هنا ايه اللي حصل؟ ان البرنت ميثود في ارجيومنت، هي بتقبل ارجيومنت عبارة عن array، بتشوف لو في لو الليست او الاري موجود فيها element، او يعني ايه الليست في ليست بتساوي صفر، يعني عدد عناصر اللي في الاري بصفر، يعني الاري فارغة، فهنا هيطبع اقواس فاضية. لو كان غير كده يعني موجود فيها element، فاول حاجة هيطبع قوس ويطبع اول رقم اللي هو 23، بعد كده يدخل على الفور لوب عند الاي بواحد يعني ب 45، واللوب الفور لوب بتنتهي عند ليست دوت لينث، يعني بتنتهي عند 67، لان الاري بتبدأ بصفر. فلو كان ديت 10 يبقى هنا الاي بينتهي عند 9، 0 إلى 9، لان عارفين الاري موجود فيها زيرو بيز اندكسنج. وفي كل مرة عند كل اي هيطبع كوما وهيطبع القيمة الاليمنت عند اي لحد ما ينتهي عند وليكن اخر رقم اللي هو 67. وبعد كده طبعا ما ينساش ان هو يطبع في الاخر بعد ما ينتهي من الفور لوب، هيطبع اللي هو البراكت الاخير. كلام كويس. ونعمل رن للكلاس. طبعا النتائج ولكن موجود فيها الفاصل اللي احنا داخلين في. ممكن نقول ان انتجر دبل مثلا، المرة دي دبل بيساوي دي كده سترينج. ممكن نقول برنت اوف ايه اوف هايز. كلام كويس. هي هنا ديت بتقبل انتجر، فممكن نعدل ديت تكون دبل. و نعمل كومنت للسطر ده ونعمل رن. طبعا طبع قوسين فارغين فاضين ليه؟ لان الهاي ما فيهاش element، فهنا ده عند الاف لان العدد عناصر صفر، فهو اوتوماتيك هيطبع السيستم دوت اوت، هيطبع القوسين وما يبصش بقى للالس، خلاص هو الشرط ده اتحقق، فما مش هيبص للالس او مش هيبص الباقي الميثود. ده كده الاول ميثود معانا في الترافيرسال اللي هي برنت ميثود.